الذي نظمته مديرية توزيع كهرباء كركوك، والذي حث على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتجاوزات الحاصلة على الخطوط والشبكات الكهربائية وعرض المنجزات المتحققة في هذا القطاع. وأكد الدكتور نجم الدين كريم أن استهلاك المحافظة من الطاقة الكهربائية ازداد بمعدل 100 ميجاوات إذا ما قرن بالعام الماضي من نفس الوقت بسبب قدوم النازحين إلى المدينة، داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم التجاوز على الخطوط والشبكات. وقدمت دائرة توزيع كهرباء كركوك درعها لمحافظي كركوك تثمينا لدوره وخططه وإدارته الناجحة وإسهامه الفاعل برسم سياسة حل لمشكلة الكهرباء وتطوير القطاع الكهربائي في المحافظة. افتتح الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك المعرض الفوتوغرافي الثاني لمديرية توزيع الكهرباء في كركوك. الصور كانت عبارة عن توعية المواطنين في ترشيد الكهرباء، لأن هذا القطاع عليه عبء كبير بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين. محافظ كركوك قال أن الطاقة الكهربائية في المحافظة أحسن من بقية المحافظات العراقية من حيث التجهيز، وعلى الحكومة الاتحادية صرف مستحقات المحافظة من البترودولار والمستحقات الأخرى، داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية كي يستفاد منه الجميع. أنا أشكر الإخوة في مديرية توزيع كهرباء كركوك على جهودهم لخدمة مواطني كركوك. كهرباء كركوك من أنشط مديرياتنا لخدمة المحافظة. نحن نعاني من التجاوزات على الكهرباء، وقد أوعزنا دائرة كهرباء كركوك بمحاولة قطع هذه التجاوزات، ويعملون بشكل مرضي بهذا الشأن. نحن أيضا ندعو المواطنين لعدم التجاوز على الكهرباء وعدم صرف الكهرباء إلا عند الضرورة. مثلا كركوك ليس فقط لم تحصل على دولار واحد من البترو دولار لسنة 2014، وقد بينا هذا لمعالي وزير المالية والإخوة في وزارة المالية. بالنسبة للنازحين أكو ضغط كثير علينا. كهرباء كركوك يصرف 100 ميجاوات أكثر في الشهر مما كان تصرفه في قبل مجيء النازحين. وكذلك نحن نطلب معالي وزير الكهرباء بالإعاز إلى الشركات العاملة في المحطات الثانوية في كركوك بالرجوع لإكمال أعمالهم. كركوك آمنة، اعتبار كركوك من قبل هذه الشركات كأنها منطقة غير آمنة هذه حجج باطلة، وأنا متأكد أن السيد وزير الكهرباء سوف يتابع هذا الموضوع ويأمر هذه الشركات بالمجيء لإكمال عملهم. إتمام عمل هذه الشركات سوف يؤدي إلى تقليل الخنق الموجود على محطاتنا الحالية. مدير توزيع الكهرباء في كركوك قال أن هذا المعرض هو الثاني من نشاطات المديرية وسيستمر لمدة أسبوع، مضيفا أن المديرية عازمة على تكبير هذه الصور ووضعها في أماكن عامة كي يطلع عليها المواطن عن كثب ومعرفة الأضرار التي لحقت بالقطاع الكهربائي، داعيا مواطني محافظة كركوك للترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية وإطفاء مصباح واحد على الأقل للصالح العام. المعرض الثاني لمديرية توزيع كهرباء كركوك اللي هي المعرض يبين الفائدة من ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية التجاوزات الموجودة. هذا المعرض لمدة يعني أسبوع مفتوح في مركز سيطرة للتوزيع، وبعدها يتم توزيع هاي الصور على الدوائر الفرعية للمديرية، وعندنا نية نكبر هاي الصور ونخليها على الشوارع والمحلات العامة لاطلاع المواطنين بشكل عام على هذه الصور، وبالتالي راح يكون هناك توعية للمواطنين حول كيفية يعني ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وكذلك عدم التجاوز للشبكة الوطنية. حقيقة احنا نطالب المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية حتى نجتاز هذا الشهرين. احنا مشكلتنا في كركوك هي الشهرين شهر 12 وشهر الواحد ويمكن في العشر ايام او نص شهر من شهر الثاني، وبالتالي كان عندنا كهرباء 24 ساعة، واعتقد محافظة كركوك احسن المحافظات في العراق.
إدارة محافظة كركوك بدوائرها الخدمية تعمل دوما لخدمة المواطنين في المحافظة، وهي وضعت كل قدراتها لأجل ذلك، وافتتاح هذه المعارض هي دعوة للمواطنين للترشيد في الطاقة الكهربائية، وهي ظاهرة حضارية ترمز لمدى ثقافة الشعوب. هلغت حسن، فضائية كركوك. في إطار الحرب ضد